يقول أنا أكون معك. ده وعد ربنا لينا أنه يكون معانا، ساكن فينا، مصاحبنا. كل ده جميل، ولكن ما مدى تجاوبك مع عمل النعمة؟ ما مدى قبولك لعمل النعمة؟ ما مدى استعدادك لتنفيذ وصية ربنا؟ ما مدى حبك للنقاوة وسعيك إليه؟ وما مدى أيضا إحساسك بالنقاوة والافتخار بيها؟ وده ضد النقاوة. من أجل ذلك البعض نقاوتهم مؤقتة، والبعض نقاوتهم ناقصة، والبعض نقاوتهم لا ترقى إلى المستوى الدائم والمستمر. الإنسان اللي يحب ربنا، محبة ربنا تملأ قلبه، وده العامل الأول المساعد للنقاوة. مرة حد يعني بيحاربوا فكرة الإلحاد، ودي فكرة بقت تحارب البعض دلوقتي. الشيطان بيشكك الإنسان، يقول له ليه ربنا بيطلب منك إنك تحبه من كل قلبك؟ ليه؟ وعايز منك إيه؟ فحد بيسأل، يعني كان بيكلمني من أمريكا، يقول لي ليه ربنا عايزنا نحبه يعني؟ قلت له تفتكر ربنا هينتفع من حبنا ليه؟ إيه اللي هيضيف حبنا لربنا يعني؟ هو محتاج لنا في إيه؟ ده أنا اللي محتاج أحب ربنا، لأن محبة ربنا زي النار اللي تاكل الشر، اللي ممكن تقضي على بقايا أو رغبات في الشر. عشان كده أنا اللي محتاج أحب ربنا عشان أستفيد من محبته ومن عمل الروح القدس، لأن الكتاب يقول لأن محبة الله قد انسكبت فينا بالروح القدس المعطى لنا. فدي هدية من ربنا، نعمة ربنا خصنا بيها إن احنا مؤمنين بيه وبنحاول ننفذ وصاياه، وبنحب إن احنا نبقى في معيته باستمرار. عشان كده النقاوة تأتي بحبنا لله حتى لا يكون للخطية سلطان علينا.